طيب اتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي خلاص المواعيد الجديدة للجولات الجديدة لبطولة الدوري المصري. احنا عارفين كانوا حددوا 7 جولات وبتتلعب، وآخر جولة من 7 هتبقى مباراة بكرة بالنسبة للنادي الأهلي وبعض المباريات الأخرى في بطولة الدوري، لكن الـ7 التانيين أو المباريات اللي تم تحديدها بشكل رسمي هقولها لحضراتكم تحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي. النادي الأهلي هيكون بعد مباراة الإنتاج زي ما أنتم شايفين كده على الشاشة عنده مباراة البنك الأهلي، دي هتكون يوم الأحد 17 يناير، تمام؟ وبعد كده عنده المقاولين يوم الخميس 21 يناير، دي هتكون الساعة 5، وبعد كده هيلعب بيراميدز يوم 26 يوم الثلاث هتكون الساعة 7:30، وبعد كده الأهلي هيلعب يوم الثلاث 16/2 اللي هو هيكون بعد العودة بإذن الله تعالى من بطولة كأس العالم للأندية، هتكون مباراة الأهلي وسموحة يوم 16 فبراير، وهتكون الساعة 7:30 أيضا، وبعد كده الإسماعيلي أيضا هيكون يوم 10 مارس على استاد الجيش برج العرب الساعة 7:30، وبعد كده مباراة إنبي والأهلي دي لسه ما تحددش ميعادها لكن هتكون يوم 22/4، لكن ما تحددش ميعادها يعني توقيت المباراة هيكون الساعة كام هيتم تحديده لاحقا. وبعد كده عندك طلائع الجيش وادي دجلة، أو عفوا طلائع الجيش الأهلي وطلائع الجيش، دي هتكون يوم مباراة يوم تحديدا يوم 28 فبراير على استاد السلام. طيب دي بعض المباريات اللي تم تحديدها في الجولات الاخرى المقبله من بطوله الدوري الممتاز واللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد مصري لكره القدم في الفتره الحاليه.